الترحيب لكل الأشخاص اللي عم بيحضرونا من بداية مشوارنا الصباحي من يوم جديد، ولكل الأشخاص اللي انضموا لنا بآخر فقراتنا وختامها مسك دائما مع الشيف علا نيروخ ومطبخها. اليوم رح تعمل لنا ليالي لبنان وأطباق شهية جدا، لكن اليوم في إشي كتير مميز. أحمد موجود معنا لأنه هو هاوي وبيحب المطبخ وبيحب يكون شيف المستقبل، فأهلا وسهلا فيك يا أحمد وأهلا علا. هلا حبيبتي، أهلا شهد، الله يعطيكم ألف عافية وصباح الخير لك ولإبراهيم لكل فريق العمل، وأهلا وسهلا بالمتكتك أحمد القضاء من السلط، بحب الطبيخ وبعمل رشوف على كيف كيفكم، صح كلامي؟ آه أحمد اليوم رح يعمل لنا ليالي لبنان وبالقطر كمان، صح؟ آه مش رح نستحي، مزبوط؟ لا الله يرضى عليك ويسعدك. أكيد إحنا اليوم مطبخنا ما بيكمل ولا بيكبر إلا بوجود أرز تحفة وتونة الصياد وكارفور وعلى رأسهم شاهد ديباجة حبيبة يلا. قلبي حطتيني مع عرس تحفة والله أنك تحفة أحلى من مليون عريس تحفة رز تحفة عن جد تحفة كل شيء تحفة هون مع الشيف علا بالأطباق بالوصفات بكل شيء بتسهله علينا بطريقة التحضير بمطابخنا. فعلا احكي لنا في البداية إيش لازم يكون متوفر عندنا لحتى نعمل الأطباق اللي محضرتي لنا إياها اليوم. تمام. وقبل ما تحكي لنا إيش اللي لازم يكون موجود عندنا، بدي أنوه لكل المشاهدين بساعتنا الأخيرة من يوم جديد بتقدروا تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتف البرنامج اللي رح تظهر أسفل الشاشة، وبتقدروا كمان تشاركونا باستفساراتكم وتعليقاتكم عبر صفحة يوم جديد على الفيسبوك لايف. نعم، اليوم شاهد رح نعمل تاكو الدجاج بس على شكل صينية، يعني احنا التاكو مكسيكي، ورح يزعلوا علي المكسيكان لو شافوا اليوم الوصفة لاني رح اعملها بشكل دوار الشمس او بشكل صينية رح تفوت على الفرن، يعني هيك لمسة شرقية بس هو تاكو، بالاضافة لليالي لبنان من تحت ايدين العسل اللي مثل القمر اللي مستحي أحمد القضاء. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ مع شهد مقادير وصفة صينية التاكو بالدجاج بالفرن على الشاشة. عشان نعمل صينية التاكو بالفرن لازم يكون في عنا نص كيلو صدور دجاج مسحبة، واحد بصل مفروم ناعم، وحبة فلفل رومي أصفر، وكمان حبة فلفل رومي أحمر، وكوب ذرة معلبة، وعلبة قشطة، ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم، ونصف كوب زيتون أسود. نعم، ويجب كمان يكون موجود معنا واحد مكعب وملح وفلفل وبابريكا وكاري وتوم وبصل باودر وخبز تورتيلا صغير وجبنة موزاريلا وجبنة تشيدر وزيت نباتي أيضا. أوكي ضل هاي تمام. هي المقادير لليوم. إيديك وعينيك تمام. بحكي لي حسين آخر شيء بفكر لسه في تكملة، يعني في هي متعودة على الصفحات في مقادير متعودة على الشيف علا ألف صفحة مننا مهمني أحكي تفاصيل صراحة، بس بتوقع شاهد اليوم رح تعجبك وصفتنا، إحساسي هيك بحكي لي. أكيد رح تعجبني، في إشي ما بيعجبني أنت بتعمليه؟ تمام، احكي لنا يا أحمد، هات ما عندك قل لي ليش بتحب الطبخ أنت؟ بحب الطبخ كثير. ليش؟ وجهنا على الكاميرا بدنا نحكي مع الناس ونحكي مع الشباب اللي عم يشوفوك ونحكي مع الصبايا ونحكي لهم ليش بحب الطبخ زي شهد. ليه؟ لاني بتعلم الطبخ من ماما. يا حبيبي الله يخلي لك الماما يا ربي، وسلامنا لوالدته ولكل عائلة كريمة بتدعم أبنائها شو ما كانت الظروف المحيطة فينا، ولا لا شهد شو رأيك في هالموضوع؟ أحمد أنت بتساعد ماما بالمطبخ دائما؟ آه. وإيش أكتر طبخة بتحب تطبخها مع ماما دايماً؟ برياني. برياني؟ يس. وإيش أهم إشي بالبرياني أنت بتكون يعني عارف أنك تشتغله لحالك؟ نحط عليه فلفل حلو. مش عم نسمع، بنقدر هاي شوي نشيلها هيك عشان نسمعك، احكي. بنحط عليه فلفل حلو. فلفل حلو. الفلفل ألوان الأحمر والأخضر. حلو. بتفرمهم انت بتعرف تفرمهم؟ يا سلام، اليوم رح تساعد الشيف علا بكثير اشياء، صح ولا؟ طب شو رايك نمسك المقلاي؟ هات نجرب، تعال يلا نقول بسم الله. زبط الكمامه عادي براحتك، اذا حط ايدنا، هات نشيل الكمامه. ايوه يلا. كمامتك حلوه رح ألطشها منك. يلا نحط ايدنا هون على المقلايه، لا اليمين، يلا بسم الله، يلا نقلب. يا الله. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا أحمد ما أشتر، الله عليك بطل، يا سلام. هلأ بدنا نسوي سندويش زاكية،
نضيفك منها. تمام تمام. يلا يا بطل نوقف هون جنب شهد، خلينا نكمل الطبخة معك. شهد نصبح على جمهورنا أكيد الكريم. أنت حطيتي أول إشي عشان نذكر المشاهدين زيت. أوكي نعم. بصل مفروم كيوبز. بعدين رح أنزل فليفلة جوليان، لأنه التاكو بتعرفي شهد بالطول. نعم. فإحنا بنقطعها جوليان بهواء الساندويش عنا. يفضل أحمر وأصفر بس؟ الأخضر بيعطي مرار، أنا ما بحبه وأضوق. أحمد أنت بتحب الفلفل الأخضر ولا لا؟ مفيد على فكرة كتير فلفل الأخضر والأحمر والأصفر. حلو تمام شاهد معك. طيب هذا الدجاج مسحب طبعا. نعم صديقتي، وزي ما حكينا إحنا ممكن الست تقليه على جانب مع رشة من الهيل لحتى يسحب الزنخة وكمان يستوي معاي وإحنا على الهواء مباشرة، وبعدين بزنخ شاهد إذا حطيناه مع الخضار فيفضل على جانب بتقليه وبتصفي منه ميته وبعدين بتنزليه بالمقلاي. تمام. طيب نحن رح نقرأ بعض التعليقات والمشاركات على صفحة يوم جديد على الفيسبوك لايف. عنا هاشم المراجدي بحكي لنا صباح الخير. رحمة بتحكي لنا صباح الخير أمي بتسلم عليكم. أبو يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. عنا كمان أيضا انشراح صباح الخير علو يسعد صباح ضيوفك منورين. هاشم المراجدي صباح الخير. وأيضا عنا نايف بيحكي لنا صباح الخير من العقبة، عم بحضرنا من العقبة. عنا كمان هيبة الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. عنا كمان أم أحمد المجالي صباح الخير يا أحمد منور. هاي أم أحمد المجالي بتصبح عليك تقول لك صباح الخير يا أحمد ومنور كمان. يا سلام يا عيني يا عيني. عنا كمان نايف بحكي لنا صباح الخير هودا كريشان صباح الفل والياسمين. بعثت لك يا شف الكيك الحلزونية وطلعت من الآخر صحة. دائما مبدعة صحة وهنا راحت عليك يا شهد. أنا كل شيء رايح علي. لا لا اليوم مطبخ يوم بتاكلي ليالي لبنان. بس ليالي لبنان أنا بموت عليها على فكرة. تحت إيد أحمد غير شكل أحلى طبق يعني اليوم. أحمد أنت حتبدع لنا فيها إن شاء الله. تمام. طبعا حكينا للمشاهدين في البداية أنه مجال الاتصالات مفتوح لجميع المتابعين من كل أنحاء المملكة ومن خارج حدود المملكة أيضا عبر أرقام هواتف البرنامج اللي عم تظهر أسفل الشاشة. اتواصلوا معنا سمعونا صوتكم، أي استفسار بتحبوا تستفسروا أو تسألوا للشيف علا المجال مفتوح لكم جميعا أكيد. تمام يا أمر. نزلنا زيت بصل دجاج مسحب فلفل رومي ألوان جوليان بالطول بالإضافة إلى الفطر اللي هو الأبيض المقطع. بدك معلب بصير بس ابعد عن المعلب رح يبخ مية. بالإضافة إلى الزيتون الأسود والذرة المعلبة. تمام هيك. ما بتحبي زيتون ما بتحطي. هلأ كوصفة إذا بدنا نحكي الصح لتاكو ما فيها زيتون، بس أنا بحب هاي النكهة مع اللي هو القشطة ومعلقة من معجون الطماطم. هلأ بدنا ننزل البهارات. رح نحط الملح والفلفل الأسود. بسم الله. تمام ما رح نكتر عشان أحمد يدوق معنا اليوم. بالإضافة للبابريكا مدخنة أو عادية حلوة أو حارة بصير. توم باودر وبصل باودر من أي عطار. بالإضافة شهد للكاري بس هيك. آخر شيء رح نحط القشطة ومعجون الطماطم. نعم طبعاً دائماً نحن بيوم جديد منذكر جميع المشاهدين. نعم. بأنه بكمامتك سلامتك دائماً كونوا حريصين على موضوع التباعد والالتزام بالكمامة والتعقيم وغسل اليدين. ما تخلوا ساعة تمر بدون ما تغسلوا إيديكم مرة ومرتين وثلاثة لحتى تحموا أنفسكم وتحموا كل شخص قريب منكم. وأحمد يعني ما شاء الله عليك أنت من الأشخاص الملتزمين وأنت وكل أصدقائك اليوم بجمعية الياسمين بكل الإجراءات الوقائية. إيش رأيك بهالوضع اللي عم نعيشه يا أحمد؟ كورونا ومش كورونا زهقنا. ايش تحب تحكي بهذا الموضوع؟ انا بحب ماما يا عمري. واكيد نحن بنحب ماما كمان لانها جابت هذا يعني الولد الرائع المتميز المبدع. وانا ضبطت شعراتي اللي هو محمد اخوي. يا بيي تحيه لمحمد ضبطت له شعراته. الله يسلم ايدك بجننه تحت هالشماغ اللي بجنن. صح الله يرضى عليك. ومين كمان؟ وهم إشي بحب بابا وهو أكيد بحبك كمان. تحياتنا لبابا ولماما ولمحمد. منيح هيك؟ بحب خيتي ميران. بتحب مين كمان؟ ميران. ميرانا أختك كمان؟ الله يخليكم لبعض يا رب. أحلى عيلة أكيد. تسلمك يعني. إحنا شاهد كل يوم بمطبخ يوم جديد عنا عيلة. الزميل أو الزميلة كمذيع أو مذيعة هم
الأم الحنونة، وحضرتي مدير الحركة، وضيوفنا هم العائلة الممتدة لمطبخ يوم جديد. فأهلا وسهلا فيكم جميعا. برجع بأكد بأنه إحنا في هذا اليوم العالمي لذوي الإعاقة، يعني أقل واجب ممكن إحنا نبعث برسالة لكل أفراد المجتمع، بأنه هل في خصوصا من أبناء المجتمع منا وفينا أولادنا وأخواتنا وإخواننا. أبدا أنا ما بستحي في ابني أو في بنتي، يعني الله يا ربي يبعد عنا وعنكم كل سوء، ولكن هاي فئة إحنا بنفتخر فيها والله يا جماعة، عندهم نسبة ذكاء لا توصف. شاهد نعم بعتذر منك، بس عم نبدل كمامات نحن هلا. يلا نبدل كمامات. نسبة الذكاء بشعر فيها بهالفئة عالية جدا. نعم صح، أكيد أكيد فعلا. روح لأحمد. معنا اتصال هاتفي، وهو هو أول اتصال بمشوارنا صباحي بمطبخ التلفزيون الأردني. بدنا نصبح على أحمد. ألو صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلا. أنا فخور جدا بالتلفزيون الأردني في حلقة اليوم في برنامج يوم جديد بأشخاص ذوي الإعاقة متلازمة داون. انبسطنا كثير بهم ونفتخر بهم، لأنه أي شخص يستهزئ ويضحك على أشخاص مثل هيك هو ليس عنده مبادئ، لا إسلام ولا قيم ولا مبادئ. طبعا طبعا أحمد كلامك مهم جدا. طبعا كلامك هام جدا ومداخلتك بمكانها حقيقة، يعني أنا أهمية. أنا فخور جدا أنه اسمه أحمد على اسمي يعني. أحمد عم بحكي لك أحمد المتصل الآن على الهواء مباشرة، أنه هو كتير فخور فيك. إيش تحب تحكي له؟ هو الآن بمكالمة هاتفية. إيش تحب تحكي له لأحمد؟ شكرا. يقول لك شكرا. شكرا لك يا أحمد على مرورك. كل يوم يعني التلفزيون دائما يسلط الضوء على أشخاص مثل هيك، على أشخاص يلبوا طلبات. جزيل الشكر لك يا أحمد على اتصالك الهاتفي. شكرا لك ويعطيك العافية. شو علا؟ طمني. أنا بستنى بأحمد يفوت على الخط. شو رأيك؟ رح نعمل وحدة، أنت رح تحشيها معاي، بعد ما شاهد تأخذ الاتصال وأنا رح أكلها من تحت إيدك. اتفقنا؟ اتفق. وعد؟ ما بدنا نستحي. عندك شنا على الكاميرا عشان الكل يشوفنا، ها؟ ابتسامة لو من تحت الكاميرا رح نشعر فيها. أكيد. يلا أحمدو. أحمد البس هاي. فكت. معنا اتصال هاتفي عبال ما أحمد يجهز حاله. ألو يا تمارا صباح الخير. يسعد صباحكم. الله يسعد هالصباح الحلو. حبيبتي يا أهلا يا أمر، أهلا وسهلا. حبيبتي. هاتي ما عندك يا تمارا، أهلا فيكي. أحكي له منور الساعة اليوم. يا حبيبتي بوجودكم، شو رأيك بأحمد البطل؟ ما شاء الله عليه، منور منور. حبيبتي الله يخلي حبايبك يا رب. شو رأيك بطبختنا طيب يا تمارا؟ أنا بموت على أكلاتك، كثير بتسلني. هلا حبيبتي أهلا وسهلا فيكي بأي وقت. حبيبتي يسعدك. نورتينا يا أمر. يا عمر أهلا وسهلا. حبيبتي يسعدك. تمام. هلا إحنا لصنية التاكو. يلا أحمدو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هذا خبز. يلا رح ناخذ الزيت النباتي. يلا يا بطل امسك. يلا حندهنها. شوف شوف احمد ما اشترى. يا شوف الابداع. الله يا سلام. انا رح اكلها زبط لي اياها. يلا يلا عليها كلها رح الله عليك. كمان هون. سلام. يلا تمام. اوكي بعدين رح نجيب من الخلطه اللي عملناها. يلا يا بطل هلا بدنا نحط الخلطه يا احمد. حط لك اياها عشانها سخنه. احمد انت من زمان مع جمعيه الياسمين؟ وبتحبها لجمعيه الياسمين كثير. كم من سنه صار لك معها تقريبا؟ كثير كثير من زمان. ايش عم تتعلم منهم؟ الدبكه. الدبكة يا سلام. أنت اليوم بدعت بالدبكة غير شكل يعني. الدبكة تاعتك امسك هيك ونضغط عليها. يلا ونقول نطلع على الكاميرا ونقول لهم استنونا بعد الفاصل رح نريح أحمد لأنه تعب شوي. معلش يا أحمد رح نريحه شوي ونخلي ياخذ نفس عميق، وحيبقى معنا لنهاية الحلقة مع أحمد لحتى نشوف صنية التاكو بالفرن بالدجاج. وهي أنا حجزت سندويشتي مع أحمد. فاصل كتير صغير وراجعين، خليكم معنا. أحلى من مليون عريس تحفة.
الرز تحفة، عن جد تحفة. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. يعني قربت تخلص معنا الوصفة الأولى، والعين دايما مثل ما بيقولوا بتاكل، بس لسه يمكن لازم نحطها بالفرن ولا لا؟ نعم صحيح. هلأ إحنا عشان ما نظلمهم بالطريقة لأنها كتير حلوة ولطيفة، نعم، رح نجيب خبز تورتيلا سمول سايز أصغر قياس بالسوق، تمام. بعدين رح أروح أجيب بفرشاية خفيفة لطيفة زي ما أنتم شايفين، ما تكتري عشان ما بديها تزيت، أنا بس بدي درجة المادة الدهنية على الخبزة تطلع شاهد بالفرن وتخليها تقرقش، تمام، مثل الشيلز تبع التاكو اللي بالسوق. فبس زي هيك رح امسح عليها من الوجهين مسحه خفيفه من الزيت النباتي، بعدين بعملها بهذا الشكل، وبجيب من جبن الموزاريلا المبروش عشان يحمل اللي هي الحشوه بالاسفل، وبعدين رح نروح على اللي هي الحشوه اللي حضرناها. اذا انت شايفتيها لونها احمر كتير قللي من معجون الطماطم، بس مع القشطه بيعطي شغل على كيف كيفكم. وبعدين رح نحط كمان من جبن الموزاريلا تشيز والشدر الأحمر ليعادل الملوحة والحلاوة مع جبن الموزاريلا، وكمان يعطيني شغل حلو. أنا كنت شاهد بدي أسميها تاكو دوار الشمس، بس عن جد المكسيكان رح يرفع علي قضية. فخلص قلنا صينية التاكو بالدجاج بالفرن. انك تراجعتي. يس. شايفين زي هيك هذا الشل. حلو. بعدين بضغط ضغطة خفيفة لحتى المكونات تمسك بعض، وبضل أبني فيها. ممكن إذا كانت الصينية كتير كبيرة هون بالوسط أسوي واحدة على شكل صحن دائرة هون، وتصير هيك دوار الشمس عن جد. كتير زي عين الشمس. حلو. تمام. كتير حلو. رح نروح على فرن الرف الأوسط 200-250 لمدة 10 دقائق لربع ساعة لما يتحمص الخبز وتسيح معاي الجبنة، وبس نطلعها. ممكن هلأ إحنا نحط زيتون أسود مقطع لغايات التقديم. شاهد ممكن حكيتي كمان بدك تحطي الهالبينو ولا لا؟ رح نحط هالبينو لأنه الست شاهد بتحبه. لعيونك تدللي معك ناخذ مشاركات. طيب تمام. برضو مجال الاتصالات مفتوح لجميع المشاهدين والمتابعين من كل مكان، الأرقام رح تظهر أسفل الشاشة. معنا اتصال هاتفي من السلط. ألو صباح الخير يا علا. ألو يسعد هالصباح. حمود اسمع. ألو أهلا وسهلا، سمعتنا يا علا؟ مرحبا كيفكم؟ أهلا وسهلا. كيفك شهد؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ والله الحمد لله. شوف علا يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا أمر. كمان علا بنربح جائزة اليوم. الله يسعد هالأطباق الزاكية. حبيبة قلبي أهلا أهلا، كيف أخبار العيلة؟ هلا يا أمر حبيبة قلبي، يسعدك يسعدك بالهنا على قلوبكم. وطريقة المفتول كثير عجبتني اللي عملتيها على الجرشية. حبيبتي إن شاء الله بالهنا والعافية. هلا يا أمر. شكرا يا علا. وين وصلنا علا؟ بس رح أحط هون زيتون أسود مقطع ونروح على الفرن. أنا حميت الفرن الآن، ورح نعمل اللي هي ليالي اللبنانية بتان عن أحمد القضاء، لأنه تعب شوي رح ناخد عنه معلش. طيب عنا هلا الزعبي بتحكي لنا صباح الورد للشيف علا ولا أحمد، منورين وطاقم يوم جديد كلكم، بنحبكم كتير. شكرا لإلك يا حلا. عنا أيضا أم رعد الرواشفة بحكي لنا صباح الخير منورين. عنا كمان أم علاء الطعامنة بتحكي لنا صباح الخير منورين. سميرة بني هذه اللي بتحكي لنا يسلم إيديك يا شيف علا، رائعة ومبدعة ما شاء الله عليكي. أمين بحكي لنا صباحكم خير. زكريا الجبور صباح الخير منورين. عنا كمان محمد أبو صخر صباح الخير وصحة وهنا يا رب، شكرا جزيلا. سونيا بتصبح علينا من عمان. عنا كمان ريان أبو زيد صباح الخير للجميع، يسلم إيديك يا شيف علا على وصفاتك الطيبة. طبعا علا التفاعل على الفيسبوك لايف تفاعل كتير كبير. نعم. الوصف اليوم لأنه يمكن سهل شوي، تغيير صدور دجاج وشوية خضار لطيفة يعني. هيك بكرة يوم الجمعة بالحظر التجول ونحن قاعدين على البيوت، مش غلط يعني نجهز مثل هيك. شو مشاريعك بكرة؟
والله ما عندي مشاريع، أنا الجمعة أنت بتعرفي راحة واستجمام يعني بعد أسبوع كله مشقات وتعب ومهمات. أكيد كتير في ناس هيك يعني بتحسي طول الأسبوع في مهمات كتير وانشغالات عديدة، فبتيجي عطلة نهاية الأسبوع لحتى الواحد شوي هيك يرتاح وياخد نفس. نعم يا عمر أكيد. ناخد اتصال من جرش. ألو صباح الخير. ألو أهلا وسهلا. صباح الخير. مين معنا؟ معكم دعاء. اهلا وسهلا فيك يا دعاء، كيف صباحك؟ تمام الحمد لله. شو رايك اليوم بوصفه الشفع اللي عجبتك؟ والله ما شاء الله عليها الشفع، دائما منوره ومتالقه. بوجودكم يا قمر. صباح الخير. صباح الخير لك شفع. لا انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. انت عسل صافي بشهده. اهلا وسهلا. هلا حبيبه يا قمر. رب اهلا منورتينا. اصبح عليكي واصبح على التلفزيون الاردني، اصبح والدتي اللي هي انا بتسمعني. يا حبيبتي صباح العسل لك وإلها. تضيفوني مش عارف متى. يوه عيني إلنا، عيني إلك. الله يسعدك سلم عيونك. شايف رغم انا مش شايفك، يعني انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. انا بخدمتك تدللي. شايفك بقلبي. حاضر امرك، خذوا رقمها يا شباب فضلا لو سمحتوا. ابشري من عيوننا. الله يسعدك تكثري بالخير. بتنورينا يا قمر بتنورينا. الله شكرا يسعدك. شكرا يا دعاء. شكرا يا دعاء على اتصالك وتحياتنا لك. اكيد يعطيكي الف عافيه وشكرا لمتابعتك لنا. نعم يعني انت اليوم بدك تخلصي الطبق الثاني برضه. بس لانه الطبق الثاني بس رح نحط مكونات على بعض، فانا اخذت راحتي. بدنا نشوف كمان النتيجه. يلا. تمام يا أمر، معك أي سؤال؟ نعم أي استفسار؟ أكيد المجال مفتوح للمشاهدين، أي استفسار أي سؤال باتصالاتكم الهاتفية. ومعنا كمان اتصال من أحمد عم بيحكي معنا من العاصمة عمان. بدنا نصبح عليك يا أحمد وأهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. شوف عم بيحكي معك. ألو صباح الخير. صباح الخير. اهلا يا احمد، اهلا وسهلا. صباح الورد. مرحبا شكرا لك. اهلا مليون مرحبا، اهلا وسهلا. ان شاء الله تمام. احنا صرنا احسن سماع هالصوت الطيب. اهلا فيك. الله يعطيك العافيه يا اكلاتك ولا بتسهل. الله الله يسعدك يا رب، اهلا وسهلا فيك. شو رايك يا احمد بطبخاتنا؟ بدي اسال امر تسوي لنا رسوم رشيها اكيد. رشوف عملنا بس اذا انتم حابين وحابين وهلا موسمه انا حاضره بنعيده. ابشر يعني. حاضرين. أبشر يا أحمد وسلامنا للعائلة الكريمة، أهلا وسهلا فيك. يعني دائما طلبات المشاهدين بما يتعلق بالوصفات عديدة ومتنوعة وهي مختلفة حسب الأذواق، بس دائما يعني علا بتحاول تختار الوصفات. شهد أكثر إشي بتبسطني صراحة بأنه أبناء المجتمع وخصوصاً الفئة الشبابية مرتبطة لسه بالأكل القديم وبالأكل التقليدي وبطلبوه، فشكراً لعائلاتكم وخصوصاً أمهاتكم وجداتكم اللي علمتكم وعودتكم على الأكل التقليدي. ترى الأكل هو مش بس منعبي معدة، هو هوية وطن، ثقافة شعوب، فحلو إحنا نتمسك فيها. بالعكس هذا شيء بيسعدني ورح نعيد الرشوف يا أحمد. أبشر. معنا اتصال يلا. مش من الأردن يلا. من فلسطين، فبدنا نصبح على فاروق معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد، صباح الوطن الجميل، صباح الأردن الجميل. يسعد هالصباح ويسعد هالصوت، أهلا فيك. الله يسعدك يا ربي. طلع أنا بعيدا عن طبيخ الشيف علا الزاكي واللي بشخ، بس بدي أشكركم على حركة امبارح مع الحج المهاني اللي كانت كلها أحاسيس ومشاعر فياضة، وصدقيني كل الاحترام والتقدير للتلفزيون الأردني ولطاقم التلفزيون الأردني. وعن جد امبارح كان إشي مش طبيعي، دموع كن نزلين ودموع العالم نزلوا على المشاعر الفياضة اللي كانت موجودة عندكم. إن شاء الله إن شاء الله يا فاروق، إن شاء الله تكونوا حسيتوا ووصلتكم الرسالة من القلب للقلب إن شاء الله. يعني صح المسافات بعيدة بس إن شاء الله نكون قدرنا نوصل الرسالة اللي أنت وأنا عارفين شو هي. والله وصلت، والله الحمد لله. زي ما دموعك نزلت دموعنا نزلت والحمد لله رب العالمين. وبشكركم على برنامجكم الجميل. واجبنا سيدي، أهلا وسهلا فيك وصباحك عسل أنت وكل أهل فلسطين. أهلا وسهلا. الله يسعدك يا رب. هلا بيك. هلا بيك حياك. كانت ناقصتك كمان والله الحلقة يا شهد.
يعني امبارح شعرنا قديش الست أم هانية بنوجه نعم. لها تحية، قديش كانت متأثرة بالأمس، عيني على الطبخة اللي تنحرق، قديش كانت المشاعر فعلا حلوة، قديش كمان طاقم العمل كان مبسوط. فإحنا بنأكد أكيد دائما بوابنا مفتوحة للجميع، وأهلا وسهلا فيكم بأي وقت. يعني دائما على مواضيع الحلقة وضيوفنا نعم. يتم اختيارها بعناية كبيرة كتير لحتى تلاقي على إعجاب جميع المشاهدين والمتابعين من كل مكان بيوم جديد. هذا البرنامج اليومي الصباحي اللي بهم كل أسرة أردنية عم تحضرنا وتتابعنا، وحتى غير الأردنية في كل الوطن العربي. تحياتنا أكيد لكل المتابعين والمشاركين عبر الفيسبوك لايف، في مشاركات عديدة اليوم يا علا، تعليقات عديدة واستفسارات عديدة، خلينا نقرأ بعضها معك. خولة بتحكي لنا طبعا أكلاتك بتشهي دائما يا شيف علا. أم محمد بتحكي لنا يسعد صباحكم بكل الخير. سميرة المناصير إعلاميتنا الجميلة شاهد، شكرا يا سميرة يعطيك العافية. سفيان بحكي لنا صباح الخير للشيف علا ومذيعتنا، الله يعطيكم العافية يا رب. عنا أيلول الحراحشة يسلم إيديك يا شيف علا حبيبي. طيب في عنا وصفة قولي. اليوم اللي أنا يعني عم بستناها بشغف من أول الحلقة اللي هي ليالي لبنان. نعم احكي لي إيش كيف بدي أعملها أنا بالبيت. أنا ليالي لبنان أنا اليوم فقط علميني. تلميذ تحت إيد أحمد القضاء، حط لي المقادير وعير لي إياها وأنا رح أطبق، وهلا بنشوف إذا بيطلع زاكي ولا مزاكي، بس رح يطلع زاكي لأنها وصفة أحمد القضاء على الشاشة مع شاهد لليالي لبنان إن شاء الله. Yeah. 6 كاسات حليب وكاسة سميد، نصف معلقة من المستكة، 1 أو ماء ورد طبعا، 3 معالق من السكر، وعلبة قشطة، والجزء الأهم الفستق الحلبي أصلاً شفتي؟ تمام. هلا احنا بليالي لبنان كل شيء بنحطه على البارد الا ماء الزهر او المستكه بالاضافه للسميد. اول ما تطلع درجه حراره الحليب شاهد بننزل السميد شوي شوي عشان السميد يمتص الحليب وتفتح الحبه، يعني النص كوب رح يصير معك كوب على النار مباشره، فبدها تكون ايدك خفيفه شوي على السميد مشان هيك تطلع مع الستات زي قطعه الكيك احيانا جامده لانها كترت سميد، فما تنغري انه والله السميد قليل، لا خلي ايدك شوي خفيفه. تمام. وهلا احنا راح نطبق وصفه احمد القضاء، اكيد احنا بدنا نوجه له تحيه هو والدته الكريمه. تمام ستي معك. اول شيء بدنا نبدا بالحليب، احنا نحط الحليب. بدك اشيك حليب. لك على يا ريت تفضل يا ريت لو سمحتي. تمام راح نحط الحليب على البارد. بسم الله. احمرت شوي علا، اتوقع خلصت. الحق تعالي لحقي لحقي لحقيها أرجوك، يعني الله. بدنا ناكل منها بنندوقها يم 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 يم. طيب أكمل لك هاي الوصفة، لازم إيش نعمل هلأ بالحليب؟ ننزل ماء الزهر أو المستكة حسب. طيب وين حطتيهم؟ هيها عندك بالبرية. أيوة هينا نزلنا هذا اللي أنت حطتيه ماء الزهر. نعم أسكى. تمام الله يسلم أهل إيدان. رح نحط السكر إذا بتحبي تكملي. لا بحب انت تكملي. انا بحب كمان. انا بحبك. يلا على الغاز، اول ما تطلع درجه حراره الحليب راح ننزل السميد شوي شوي. اي سؤال بما يخص فقره اليوم او اي فقره او اي طبق قدمناه بمطبخ يوم جديد، معاكم شاهد مكمله، اهلا وسهلا فيكم باي وقت. صفاء العناني عم تحضرنا من دبي بتحكي لنا تحياتي لكم. عندنا سميره المناصير بترجع بتصبح علينا وبتحكي لنا صحه وعافيه على قلبكم. عندنا موسى ابو خليفه بيصبح علينا كمان. عنا أم رمزي صباح الخير من الكرك عم تحضرنا، أحلى تحية للشيف الرائعة والمذيعة الجميلة، شكرا شكرا جزيلا يا أم رمزي. وتحياتنا لكل أهالي الكرك. جهزت؟ يا سلام. ليش تحمرت بسرعة؟ شوفوا المنظر الحلو. يعني شوفي هلأ الخبزة أخذت اللون اللي أنا بدي إياه بنفس الوقت ساحة الجبنة، إذا أنا قربت مدة الطهي للاثنين مع بعض. كيف؟ إني أنا دهنت الزيت على الخبزة، لو ما دهنت زيت الخبزة شهد رح تنشف تحت الشواية وبتسيح الجبنة بس بتضل الخبزة طرية. رح نشوف هلأ إحنا ممكن نقدمها مع بصل، ممكن نقدمها مع رشة من الزعتر الناشف، هالابينو، تيمناً بأنه المكسيكي يحتاج إلى وجود الهالابينو أو اللي هو الفلفل. هلأ لازم تديري السميد على فكرة. طلعت درجة حرارة الحليب، هلأ رح نحط شوي من الهالابينو اللي هو الفلفل الحار اختياري طبعاً.
معنا كمان اتصال هاتفي علا، ناخذ الاتصال. نعم. نعم. الو صباح الخير. صباح الخير شاهد، وصباح الخير سيف علا. يا صباح العسل، اهلا وسهلا. حابه اطبق عليك واشكركم على هالبرنامج القيم الرائع اللي بتقدموه، وبشكركم على الاستضافه اليوم للفئه من المجتمع، هاي الفئه اللي دائما بنحب نشجعها وندعمها بكل المواصفات. صباحك ورد ستي. شكرا يا ام نضال على مرورك واتصالك الهاتفي اللي بيعني لنا كثير. احكي لنا شو رايك اليوم بمقادير ليالي لبنان، وصفه ليالي لبنان، تعمليها بالبيت ولا لا؟ والله بعملها وعلى طريقه الشيف علا تقريبا، يعني اخذ 90%. وبشكر شيف علا اللي دائما متالقه دائما دائما. حبيبتي بوجودكم ستي بنفسكم الطيب معنا. بشكرك شيف علا على هالاكلات ويعطيك الف الف عافيه. هلا حبيبه قلبي، شكرا على اتصالك الجميل. شايفه شهد حركات بسيطه هيك بتقلب كل كيان الطبخة. يعني المقلوبة بنجيب إحنا الطنجرة أمهاتنا وبحطوها بالصدر، صح؟ ممكن رشة مكسرات، ممكن شرحة بطاطا على الوش تقلب كل الطبق. فدائما يعني الست تحاول على مزج الألوان، تدخل يعني هو مزج ألوان بالإضافة لقيمة غذائية. إحنا هون عم نستخدم مثلا لولي، أو خلينا نحكي اللي هي كيرلي، البصل الأخضر، عملناه على الهواء مرارا وتكرارا. ممكن تحط مثلا ورقة نعناع، يعني زي ما بيحبوا. طب أنا بدي أسألك سؤال عن ليالي لبنان. تفضل. مرات كتير طبق الحلو من ليالي لبنان بيكون كتير متماسك. نعم. ومرات بيكون لا عادي يعني طري، فكيف الواحد بده يعني يتحكم بهاي الدرجة؟ هلأ شهد سلاح ذو حدين، متماسك كتير، يا إما طبختي زيادة على الغاز ونفشت حبة السميد زيادة. أوكي. أو اللي هي مكترة سميد زي ما ذكرت. فواحدة من التنتين، فأنت أول ما بلش اللي هو بق 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 بق. نعم. خلص نطفي عليه، ما تضلك انت تبالغي في الطبخ. طيب معناته هو بلش يبقبق مبدئيا. خلص تمام هيك خلص. نعم. نسكر النار. لا لسه ما رح نسكر النار، لازم يمسك اكثر. لسه نترك. القوام سائل. معك شاهد نشوف. تماما. معنا اتصال هاتفي من احمد. الله صباح الخير يا احمد. صباح الورد ستي، كيفك شلونك؟ يا اهلا وسهلا كلهم فيك احمد. من عنكو. اهلا يعني فيك، كيف صباحك؟ والله تمام، يعني بصراحة الله يعطيكم العافية، دائما منورين الشاشة ويعطيكم العافية، يعني أكلكم كثير طيب. الله يسعد صباحك وكل أيامك، وشكرا جزيلا لمتابعتك لإلنا. الله يسعدك، يعني أنتوا الشيف ولا دائما رائعين ومنورين يعني. شكرا يا أحمد. الله يخليك ستي، طول. بتحب الطبخ يا أحمد؟ إيش هو؟ بتحب الطبخ؟ لا يا ستي، أنا من كثر قعدتي في البيت صرت أطبخ عن الحجة. الله يخلي لك الحجة يا رب ويطول بعمرها. الله يخليك ست، الله يقويكي. الله يسعدك، شكرا لاتصالك ومرورك الكريم. رح نشوف كيف شكل حبة شيل التاكو أو قطعة التاكو زي ما إحنا عملناها. هاي هي بس هيك، بصير كل واحد يسحب، منحط جنبه كاتشاب، تحطي جنبه دبحار اللي بدك إياه. هيها طلعت بهذا الشكل، وإذا قسمتها هذا الفن. هذا الفن اللي دائما تتفنن فيه الشيف علا، ابداع يعني منقطع النظير. في معنا اتصال من الزرقاء من زهراء. يلا اهلا السلام عليكم. شو هالاسم الحلو يا زهراء؟ عليك كثير حلو يا زهراء. شو اخبارك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك انت؟ عم تحضرينا من اول الحلقه او بس مطبخ الشيف علا؟ لا مطبخ الشيف علا. شو رايك بالوصفات اليوم، عجبوكي؟ أيوة. عندك أي سؤال لإلها؟ لا لا بس قلها يعطيك العافية على الأشياء اللي ذاكي الطيب اللي بتعملها. حبيبة قلبي صباحك وردي أمر، أهلا وسهلا. كيف حالك شيف علا؟ صرنا أحسن بسماع هالصوت الطيب. أهلا يا أمر. الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك وسلامنا للعائلة.